أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط في القاضي أن يكون قرشيا؟ ذاك الحاكم ولي الأمر السلطان إذا تشاح الأكفية عند التعيين فإنه يختار القرشي. أما إذا كان للناس إمام ولو كان غير قرشي أو ما وجد قرشي أو كان فيه قرشي لكن ليس أهلا للولاية فإنهم يختارون الأصلح للإسلام والمسلمين. نعم.